مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ايضا في كل مكان، نتواصل مع اشواط تنافس ميدان الشحانيه وهذا الحضور المميز، الحضور الكبير الذي شهدناه مشاهدينا الكرام في ظل هذه الاجواء التنافسيه الرائعه وهذه الاجواء المثيره التي نتابعها ونتابع معها هذه الشعارات المميزه التي توافدت إلى ميدان الشحانية من كافة أرجاء وأنحاء دول المجلس للتواصل مع هذه الرياضة العربية الأصيلة في ختام هذا السباق الكبير على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذن الزميل فايز بن غفان الجابري هو من سيكون حاضرا معكم في متابعة هذه المنافسات. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزميل سعد بن مطلع العتيبي، شكرا لكل الزملاء على التواصل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام والانطلاقه اذا الثامنه في مجموع اشواطنا العامه هنا على ارضيه هذا الميدان وشوطنا الذي يسير الخاص بالاذاعه القعدان لابناء القبائل على ارضيه هذا الميدان في هذا المهرجان السنوي الكبير. وهناك نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الاول وبقيه المراكز العشرة جوائز نقديه قيمه ثمينه. نتابع معكم بعد ان قطعنا اول كيلومتر على بدايه هذه الانطلاقه ونبحر في المراكز الخمسه الاولى في مسيره السته كيلومترات. اسعاف على الصداره وعلى المركز الاول من يفتتح الاذاعه وملكيت لحمد بن السير الحفار المري، ولكن هنا التكريم ايضا على الكادر الثاني من يسار التلفزيون لغزلان التي نالت الفوز والناموس في الشوط الماضي للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري واستطاعت الفوز ايضا بسياره الشوط الماضي. اذا المركز الثاني نتواصل هنا الى المراكز الاخرى ورداد لسعيد بن حمد بن حمرور العامري من ياتينا على المركز الثاني او الباز عفوا الباز في المركز الثاني لبقيت بن حمد بن هاشل المري من ياتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث مصفود سيد محمد بن احمد بن لفتح المري ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع حجام السالم بن سيف بن علي بن كريب لقتبي، وعلى خامس المراكز ياتينا هنا نشوان للسيد محمد بن هادي الدهن المري من ياتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى، ذعناها على حضراتكم مشاهدينا الكرام. ندائنا الأول للعشرة للخمسة عفوا المراكز الأولى، ولنا عودة إلى الصدارة وإلى إسعاف. من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول للسيد حمد بن سهيل الحفار المري؟ من يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول؟ المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثاني الباز لبخيت بن حمد بن هاشل المري من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام المركز الثالث وياتينا على ثالث المراكز حجام السالم بن سيف بن علي بن كريب من ياتي على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع فريد الجار الله بن حمد بن سالمين المري من ياتينا على المركز الرابع. المركز الخامس ومبعد العبد الله بن عمير لقتبي من ياتي على المركز الخامس. هذه هي النتائج للخمسه المراكز الاولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ومشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم تتابعوننا في هذا النقل المباشر الحي.
إذا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وهنا إسعاف لا زال من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول. إسعاف أذن على المقدرة، على المقدمة عفوا، وعلى صدارة وعلى المركز الأول. مسعف نفسه على صدارة هذا الشوط بالانطلاق والتحدي والإثارة للسيد حمد بن سهيل الحفار. المري يلعب على أرضيته لينال الفوز والناموس هنا في هذا الانطلاق والتحدي وهذه الأمسية التراثية الجميلة هنا، وأمسية إذاعي أبناء القبائل في مساء الشحانية في هذا اليوم الجميل. إذا المركز الثاني، وهنا يأتي الباز البخيت بن حمد بن هاشل المري من يأتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث فريد 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 الجار الله بن حمد بن سالمين المري يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الحجام، حجام السالم بن سيف بن علي بن كليب القتبي من يأتي رابعا. وفي المركز الخامس المتواجد مبعد العبد الله بن عمير القتبي يأتينا على المركز الخامس. إذا خمسة مراكز أولى مشاهدين الكرام، وهناك أيضا الشعارات، هناك الأسامي، هناك ما هناك من إثارة ومن أيضا تحدي، وأسامي قادمة تنضم إلى ركب المقدمة وعينها على الفوز والناموس. 2 كيلومتر يا ملاك ويا مضمرين ما تبقى على نهاية هذا الشوط. وإسعاف على المقدمة، إسعاف في الصدارة، إسعاف بعرض جميل وأداء مميز. مشاهدينا الكرام ركز يا أبو سهيل، ركز يا أبو سهيل مع إسعاف. إسعاف وملقيته للسيد حمد بن سهيل بالحفار المري على صدارة على المركز الأول بهذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أما المركز الثاني يأتينا الباز دبخيت بن حمد بن هاشل المري من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز. فريد 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 في المركز الثالث وملقيته للسيد جار الله بن حمد بن سالمين المري. وصل هنا رداد، رداد قادم لسعيد بن حمد بن حمرور العامري ومبعد العبد الله بن حمير لقتبي على المركز الخامس. يا سلام، لحقوا هالبطلايب، لحقوا هالبطلايب، لاحقين والهمشان. اذا في هذه الانطلاقه والتحدي الجميل، ولا زال اسعاف، اسعاف المسيطر على رأس حربة هذا الشوط. كل السيطرة على زمام الأمور وعلى المقدمة بعرض وأداء جميل على الصدارة وعلى المركز الأول بأدائه العرض الجميل وإسعافاته الأولية على مقدمة الشوط، على العرض، على التحدي. والكيلومتر الأخير يا أخوي يا بن الحفار، الكيلومتر الأخير يا حمد يا بن سهيل يا بن الحفار يا المري. والإسعاف على الصدارة على المقدمة والملاحقة القوية من الباز بخيت بن حمد بن هاشل المري من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث، المركز الثالث ويأتي مبعد عبد الله بن عمير القتبي. وصل أيضا هنا صغان الراشد بن سالم بن مسعود المري من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس نشوان محمد بن هادي بن دهن المري من يأتينا على المركز الخامس. ولكن هنا التحدي، هنا الإثارة مشاهدينا الكرام. وبالحفار أعصابه في فليزر الحين، حرك أموره، حرك أموره، وانطلق إسعاف، انطلق بالفوز، انطلق بالناموس عند الخمسمية متر الأخيرة، أعلن الفوز وأعلن الناموس. إذن هنا مشاهدينا الكرام إسعاف على الصدارة، إسعاف على المقدمة وعلى المركز الأول. قام روس وينهي هذا الشوط راس. تهانينا تهانينا للسيد حمد بن سهيل بالحفار المري على فوز إسعاف بالمركز الأول. تهانينا والناموس.
الفوز. وسلام سلام سلام يا اهل الشحانيه على هذا الاداء الجميل. سلام وين ما يسكن حمد بن سهيل بن حفار المري على اداء ايضا اسعاف قام راس وينتهي هذا الشوط باداء وعرض جميل ولحظه وصوله الى خط النهايه. تهانينا المركز الثاني الباز لبخيت بن حمد بن هاشل المري. وفي المركز الثالث صغان الراشد بن سالم بن مسعود المري. المركز الرابع مبعد العبد الله بن عمير نكتبي. وفي المركز الخامس يصلنا في خامس المراكز عناد الشهوان بن غانم الشهواني من ياتي على خامس المراكز. اذا وهنا الاعاده مع ابو طلال ايضا احمد الحمادي له جزيل الشكر والاحترام على هذه اللقطات الجميله التي يهديها لنا دائما وابدا. 9 دقائق 36 ثانيه 14 جزء من الثانيه توقيت الزمني. تهانينا للسيد حمد بن سهيل الحفار المري على هذا الفوز الجميل. وهنا لقطه ايضا لحظه الفوز والبهجه والانتصار من ملاك ايضا اللي هو اسعاف المركز الثاني. وكان الباز لبخيت بن حمد بن هاشل المري من اتانا على المركز الثاني في 9 دقائق 40 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. أما المركز الثالث فكان من نصيب ثالثي المراكز اللي هو صغان الراشد بن سالم بن مسعود المري 9 دقائق 44 ثانية 14 جزء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس تهانينا للجميع والكلمة والميكروفون تعود لزميلي سعد بن متلع العتيبي.